بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا مرحبا مرة أخرى في تمرين آخر حول الحساب الثلاثي. أنا مع التمرين رقم 7، حل في المجال المعادلات التالية. يعني عطونا مجال كيطلب منك تحل المعادلات، يعني خص إكس يكون في هذا المجال، الحل خص يكون في هذا المجال. إذا ما كانش في ذاك المجال كنعتبروا الحل هو المجموعة الفارغة. إذا غنبداو على بركة الله. المعادلة الأولى كوس دو إكس بلس سينيس 2x إيكال موانز. دونك باش نحل هذه المعادلة هذه، دونك الطريقة اللي عندنا هي كنحولوا المجموع إلى جداء، عفوا ولا نحولوا هذه صيغة كوس أ زائد بي، عفوا ماشي مجموع إلى جداء، مازال ما وصلناش داك الشيء. دابا غادي نحاولوا نحولوا هذا الشيء هذا الكوسينيس وحدة، الكوسينيس وحدة. هنا اش غندير؟ نحسبوا ار، ار اش كتساوي؟ جدا مربع، غير في البريون نحسبها غير هنا ماشي مشكل. جدا مربع أ هنا واحد سيدنا يعني واحد، بي عندي واحد سينس يعني واحد سيدنا يعني جدر جوج. إذا غنحاول نعمل هنا بجدر جوج، كل شيء هادشي نعمله بجدر جوج، يعني هادي تكافئ صافي حسبت هذا، نعمل بجدر جوج. إلا عملت بجدر جوج نقسم على جدر جوج، يعني واحد على جدر جوج كوس دوز إكس زائد واحد على جدر جوج سينس جوج إكس كتساوي ناقص واحد، تفقي الور هذا واحد على جدر جوج هي جدر جوج على جوج، جدر جوج على جوج كوس زوج إكس زائد جدر جوج على جوج سينس زوج إكس. أنا واش غندير في يعني بين عينيا كوس أ كوس بي زائد سين أ سين بي نحولها كوس، هيا كنعرف أن هذه العلاقة هذي كوس أ ناقص بي إش كيساوي؟ كيساوي كوس أ كوس بي زائد سين أ سين بي. هاد العلاقة نديرها بين عينيا، شنو خصني ندير؟ خصني نوصل لهاد الشيء هذا باش نحولو لهاد الصيغة هادي. ألوغ جدر جوج على جوج شكون هي الزاوية اللي عندها كوسينيس كيساوي جدر جوج على جوج والسينيس كيساوي جدر جوج على جوج باش يكون عندي كوس كوس سين سين كوس كوس سين سين. خصني شي زاوية اللي عندها يعني الكوسينيس تاعها جدر جوج على جوج والسينيس تاعها جدر جوج على جوج هي بي على 4، يعني كتساوي جدر جوج في كوس بي على 4. عندي الحق لأن كوس بي على 4 هو جدر جوج على جوج، عوضتها ما عنديش مشكل. في كوس زوج إكس زائد سينيس بي على 4 حتى هي كتساوي جدر جوج على جوج. طبعا بحال اللي ما دارت والو، عوضت وصاي كتساوي دونك هاد ناقص واحد على جدر جوج، يعني ندير ناقص واحد على جدر جوج، متفقين؟ هاد جدر جوج قسمت عليها ناقص واحد اللي هي ناقص جدر جوج على جوج إلا بغينا نربحو الوقت، إن إلا ضربنا باش نحيدو الجدر من المقام نضربو في ناقص جدر ونوصل. ألوغ كوس أ كوس بي زائد سين أ سين بي إش غتعطيني؟ كتعطيني كوس أ ناقص بي، يعني هادي غتعطيني كوس بي على 4 ناقص جوج إكس أولا جوج إكس ناقص بي على 4 بحال بحال، لأن الكوسينيس دالة زوجية. إلا درت أ ناقص بي ولا بي ناقص أ عندك بحال بحال هيا كوس أ ناقص بي كتساوي كوس بي ناقص أ لأنها زوجية، كوس ألفا يساوي كوس ناقص ألفا صحيح. غير الكوسينيس سينيس لا ما عندكش الحق دير داكشي، كتساوي ناقص جدر جوج على شكون هي الزاوية اللي الكوسينيس تاعها كيساوي ناقص جدر جوج على جوج؟ شكون هي الزاوية اللي الكوسينيس تاعها كيساوي ناقص جدر جوج على جوج؟ أيا ناخدو الدائرة شوف اللي عندها الكوسينيس كيساوي جدر جوج على جوج هي هاد الزوج هادو، عندهم كوسينيس كيساوي جدر جوج على جوج، واللي عندهم ناقص جدر جوج على جوج هما هاد الزوج هادي وهادي. دونك هادي هي بي على 4 وناقص بي على 4، هادو عندهم جدر جوج على جوج. منين جبتها؟ جبتها من الجدول بي على 4 عندها جدر جوج على جوج كنقسم وكندير حتى ناقص بي على 4 غتكون عندها جدر جوج على زوج، وهادي المقابل تاعها اللي عندها ناقص جدر جوج على جوج هي هاد الزاوية وهاد الزاوية. هادي شنو غتكون؟ هادي بي على 4 زوج بي على 4 ثلاثة بي على 4، لأن التقسيم عندنا بالبي على 4، وهنا غتكون ناقص بي على 4 ناقص زوج بي على 4 ناقص ثلاثة بي على 4، يعني الزوايا دايمين. إذا إما زوج إكس ناقص بي على 4 كتساوي اش كتساوي؟ كتساوي 3 بي على 4 بلس 2 كابي، او 2 اكس موان بي سور 4 ايكال موان 3 بي سور 4. هالحل الاول هو هذا والحل الثاني هو هذا بلس 2 كابي،
كار بارتنر زد، كار نتعمل زد عدد صحيح نسبي. الوغ الهدف ديالي نلقى اكس، نلقى اكس دابا راني كنخدم في ار، دابا الحلول في ار، بالتالي عاد نشوف اللي كاينين في المجال. الوغ دوز اكس ايكال هاد مو بيسور كترجع لنا بيسور كتعطيك تولي 3 بيسور كات زائد بيسور كات 4 بي، دونك بي بليس 2 كا بي مزيان. اور دوز اكس ايكال هادي غترجع لنا بلوس، دونك بلوس مع موان 3 تعطينا موان 2 بيسور كات، يعني موان بيسور 2 بلوس 2 كا بي. وما ننساوش كا ابارتيان زد نزيدو. الوغ خصني اكس، اكس شنو كتساوي؟ بي سور 2 بلوس 2 كا بي سور 2 هي كا بي. غادي نقسم كلشي على زوج، لان هاد اكس باش نبقى نقسم كلشي هادشي على زوج. او اكس كتساوي موان بي سور 4 بلوس 2 كا بي على زوج هي كا بي. كا ابارتيان زد مزيان. كي غندير نلقى الحلول اللي كاينين في المجال تاعي، لان كنكحل في المجال، كي غندير نلقى الحلول كنبقى نعطي لك واحد القيمه ونشوف واش راني في المجال ولا لا. دونك نبداو نعطيو لك صفر بي على جوج كنتمي للمجال. دونك اصبر نبداو من زيرو، يعني اس في ار اش كتساوي؟ اس ار هي موان بي سور 4 بلس بلس كابي، و بي سور 2 بلس كابي. هذا هو في ار ياك، كا كتنتمي للزيرو. ولكن الا بغيت الحلول في بي موان بي بي شنو غندير؟ شوف معايا مزيان، اس مجموعة الحلول في المجال موان بي بي، موان بي خارج المجال. كي غندير كنرسم واحد الدائرة تاعي، شنو هو المجال موان بي؟ من هنا حتى بي، موان بي زيرو بي، يعني هاد الدور ديالك. نعطي لك واحد القيمة ونشوف، نبداو بالحل الأول. إلا عطينا لك صفر ناقص بي على 4 كاينة، إلا عطينا لك واحد بي ناقص بي على 4 شنو غتعطيني؟ بي ناقص بي على 4 الا كانت كتساوي واحد، بي ناقص بي على 4 هي دونك 4 بي على 4 ناقص بي هي 3 بي على 4 كاينه. علاش 3 بي على 4؟ مازال ما فتش بي، 3 على 4 صغر من 1 مازال ما فتش بي باقي، يعني هانت ناقص بي على 4 راني هنا، 3 بي على 4 راني هنا. ها هو لقيت هذا الحل ولقيت هذا الحل، نزيد بي غادي نخرج. الا عطيت لك زوج، الى عطيت لك زوج جوج بي ناقص 3 بي على 4 هي 5 بي على 4، دونك 5 بي على 4 اكبر من بي، ما كتنتميش للمجال. ها هو كاع باش تدخل الامور راك احسن، صفر ناقص بي بي. شوف معايا مزيان، الحل الاول ناقص بي على 4 جاي هنا، هنا ناقص بي على 2 هنا ناقص 3 بي على 4 هنا ناقص بي على 4 ياك. الحل الزاوج 3 بي على 4 ها بي على 4 2 بي على 4 3 هنا، يعني هاد جوج حلول كاين تانيو للمجال. مزيان تبارك الله. الى زدت بي غنخرج على برا، وإلا نقصت بي غنخرج على برا، إذا ما غنبقى في المجال. صافي ستوب، كملت مع الحل الأول. نمشيو للحل الثاني، نشوفو نعطيو كصفر. إلا عطينا كصفر بي على جوج، بي على جوج هو هذا كاين في المجال، هذا كاين في المجال، يعني نكتبو زيد. إلا عطينا لك واحد، إلا زدنا بي غنخرج، معنديش. إلا نقصت بي نقدر ندير كار عطيها ناقص واحد، إلا نقصت بي غادي نرجع هنا، إلا نقصت بي تولي موان بي سور دو. أيوا إلا كان كيساوي ناقص واحد بي على جوج ناقص بي هي ناقص بي على جوج. فهم فهم ماشي تحفظ ولا هادشي ما كيتحفظش ولا كيتفهم. فهم واش كندير انا؟ لا ولا فهمت راه ما تلقاش مشكل ديال كتشوف الحلول اللي كتعطي لك واحد القيمه، وكتشوف الحلول اللي كاينين في المجال، كتبقى تزيد وتشوف. الا خرجت على المجال صافي كتخرج. دونك هادو هما الحلول، ولا بغيت ترتبهم رتبهم. دونك غتكون ناقص بي على جوج هي الصغيره، موراها ناقص بي على شنو نساهم باش نكتبهم هنا، موراها ناقص بي على 4 وموراها 3 بي على 2 وموراها 3 بي على 4 الا بغيت نرتبهم ولا بغيت نخليهم هكاك. دونك هذا هو الحل في موان بي بي. نمشيو عند المعادله الثانيه نفس الطريقه غادي نخدمو المعادله الثانيه. الوغ المعادله كتقول كوس اكس زائد سينيس اكس كتساوي ناقص 2. مزيان، اش غندير؟ نعمل نحسبو ار نلقاو واحد و ستنا زائد واحد و ستنا هي جوج، جدا جوج هي جدا جوج. دونك نعمل جدا جوج، جدا جوج فاش كوس جدا جوج على جوج كوس اكس. دابا نخدم ديريكت، راكو عارفين كيفاش كندير. جدا جوج على زوج سينيس اكس تساوي ناقص زوج. غادي نقسم شنو تولي؟ جدا جوج على جوج هي كوس على 4،
كوس اكس زائد جذر العلاج هي سين في على 4 سين اكس كتساوي ناقص 2 على جذر 2. دونك غادي نشوفوا شنو تساوي الا ضربنا في المهم غادي نشوفوا من بعد كوس اكس كوس بي على 4 دونك هنا باش ما نغلطوش خصنا نتاكدوا هي هذيك صحيح مزيان درنا كوس هذه تعطينا كوس اكس ناقص بي على 4 ولا بي على 4 ناقص اكس بحال 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 كتساوي ناقص 2 على جذر 2 باش نضربوا نحيدوا الجذر من المقام تولي ناقص 2 جذر 2 على 2 هي هذيك دونك ناقص 2 جذر 2 على 2 يعني تعطينا ناقص جذر 2 صحيح ناقص جذر 2 مزيان واش ممكن هادشي كوسينس الفا يساوي ناقص جذر 2 ما كايناش كاع ما كايناش ما يمكنش مستحيل تكون شي زاويه كوسينس تاعها اصغر من واحد لان دائما خص يكون كوس اكس ناقص واحد لواحد ما يمكنش يكون اقل من ناقص واحد ولا اكبر من واحد مستحيل تعقل شنو المعنى ديال هادي لقيت بان ما كوسينس شي زاويه كيساوي ناقص جذر 2 وناقص جذر 2 صغير على ناقص واحد لان ناقص جذر 2 هي ناقص واحد فاصله شي حاجه يعني لا يمكن لا يمكن اذا اس تساوي مجموع الفارق ما عندهاش حل كاع ما تناقش ما عندهاش حل صحيح سالينا مع المعادله الثانيه نمشيو عند الحاله الثالثه جذر 3 كوس 2x موان U سور 3 موان سين 2x موان U سور 3 إيكالا أر أو غنحسبو أر إلا حسبنا أر في البريون واش غنلقاو جدا 3 أوس 2 هي 3 ناقص 1 أوس 2 هي 1 يعني جدا 4 هي 2 دونك أر لقيناها 2 نعملو بزوج دونك إلا عملنا بزوج شنو غتولي نقسم على 2 جدا 3 على 2 كوس 2x موان بي سور 3 موان 1 دومي دونك موان 1 دومي علاش لان واحد انا عندي واحد قسمت على زوج اللي عملت بها سين 2x موان بي سور 3 ايكالا 1 مزيان الوغ هاد الزوج راه على كامل عمل هادشي كامل راه عمل بزوج ياك كتساوي هاد الزوج نرجعهم لواحد على جوج ياك وشكون هي الزاويه اللي عندها الكوسينيس كيساوي جذر 3 على 2 والسينيس كيساوي 1 على 2 في الجدول شكون اللي عندها الكوسينيس كيساوي دونك هنا اكس هنا 0 على 6 على 4 على 3 على 2 راه 0 هنا السينيس كوسينيس دونك 0 1 على 2 جذر 2 على 2 جذر 3 على 2 جذر 4 على 2 هي 1 دونك هنايا 1 جذر 3 على 2 جذر 2 على 2 1 على 2 0 دونك هذه هي الطريقه كيفاش كدير الجدول راه مشروحه حتى هي في المقرر ديال الجدول المشترك الجدول بلا ما تحفظو تقدر تجبدو راسك الو شكون هي الزاويه اللي عندها الكوسينيس كيساوي جذر 3 على 2 والسينيس كيساوي 1 على 2 كوسينيس كيساوي جذر 3 على 2 والسينيس 1 هي بي على 6 دونك الزاويه هي بي على 6 نقدر نعوض هذه بي على 6 يعني غتولي كوس بي على 6 كوس زوج اكس ناقص بي على 3 ناقص سينيس بي على 6 سينيس زوج اكس ناقص بي على 3 تساوي هاد الواحد نقسمو على هاد الزوج اللي عندنا هنايا صحيح الوغ كوس ا كوس بي ناقص سين ا سين بي هي كوس ا بلس بي يعني تعطينا كوس ا زائد يعني جوج اكس ناقص بي على 3 زائد بي على 6 كتساوي واحد على جوج يعني المهم تكافئ ما نساوهاش تكافئ الوغ هادي شكون هي الزاوية غادي نحسبها بعد هادي شنو تعطينا كوس دوز اكس دونك هنا غتولي موان دو بي سور سيس دونك موان بي سور سيس دونك ناقص بي على ستة كتساوي شكون هي الزاوية اللي عندها الكوس هينيس كيساوي واحد على جوج نبدا تاعي ونشوف واحد على زوج هي هنا نص يعني جوج زوايا اللي عندهم كوسينس كتساوي واحد على جوج هي بي على ثلاثة وناقص بي على ثلاثة هما اللي عندهم الكوسينس كيساوي واحد على جوج إذن هذا هي كوس شي زاوية كتساوي واحد على جوج يعني هاد الزاوية إما هي بي على ثلاثة ولا ناقص بي على ثلاثة يعني دوز إكس
ناقص موان بي سور 6 إيكالا بي سور 3 بلس 2 كابي أور 2x موان بي سور 6 إيكالا موان بي سور 3 بلس 2 كابي. هادشي في R مازال ما هضرناش كا أبارتي أن زد ما تنساوهاش طونفو. دونك اش كتعني هادي 2x إيكالا المهم حسب داكشي مع راسك هادي ترجع من هنا تولي بلوس بلوزيغ سيس دونك غنديرو جوج زائد تلاتة دونك بي على ستة زائد بي على تلاتة دونك غتعطينا زوج بي على ستة زائد بي على ستة هي تلاتة بي على ستة هي بي على جوج أو اتنين إكس كتساوي دونك ناقص زوج بي على ستة زائد بي على ستة هي ناقص بي على المهم باش منغلطوش نحسبو نيشان ناقص زوج بي على ستة هاديك و هاي تولي زايد بي على ستة هنا ناقص بي على ستة زايد بلوس دو كابي مزيان ألوغ إكس كتساوي نقسم كلشي على جوج بي على ربعة زايد كابي إكس كتساوي ناقص بي على اتناش زايد كابي كا منساوش كنتابل زاد ياك ألوغ إس في آر هدا هو الحل في آر بغينا الحل حنا ماشي في آر غير موان بي بي شكون هما الحلول في موان بي بي شنو هو نفس الطريقة اللي درنا الملف لقينا الحلول في ار ندير نوع الدائرة نتاع ولا واحد المجال نتاعي ها الصفر ا ناقص بي ا بي دونك نشوفو الحل الأول نبداو بهذا نخدمو بهذا اكس يساوي ناقص بي على 12 إلا عطينا الكا صفر نعطيو الكا صفر شنو غنلقاو ناقص بي على 12 ناقص بي على 12 غتجي هنا كاين يعني كاين الحل الأول ناقص بي على 12 كاين في المجال تاعي ياك إلا دابا راه كنزيد بالبي كابي يعني كنزيد بالبي ولا نقص بي كابي كاين الا كان واحد كتزيد بي الا كان ناقص واحد نقص بي الا كان زوج زيد زوج بي المهم كنزيدو بالبي لاحظ الا نقصت بي من هنا بي هو هذا السي تاع بي هذا الا نقصت بي غنخرج هنا اذا هذا الحل صافي ما كاينش الا زدت بي غنوصل هنا الا زدت بي على هذا غنوصل هنا اذا هذا الحل كاين شنو هو هذا الحل غتكون ناقص بي على 12 زائد بي هي 11 بي على 12 يعني هاد جوج حلول كاين ناقص بي على 12 11 بي على 12 زيد نمشي عند هذا صاي سالي لان الا زدت بي غنخرج على المجال صاي المجال ناقص بي الا زدت شي بي اخرى غنخرج على المجال هنا كنبقى نزيد عاود بالبي الحل الاول الا كانت كا تساوي صفر هو بي على 4 بي على 4 ممكن نقسمو بي على 2 على 4 هي بي على 4 هذا هو الحل الاول الا زدت بي 100% غنخرج لان بي هو هذا الا زدت بي غنخرج ياك الا نقصت بي ما غاديش نخرج الى يعني الى عطات الكا ناقص واحد بي على 4 ناقص بي هي ناقص 3 بي على 4 دونك غادي نبقى في بلاصه يعني ناقص 3 بي على نبقى داخل المجال اذا الحلول هما هذا الى زدت نقصت بي نخرج دونك الحلول هو هذا وهذا 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 نكتبهم بالترتيب يعني ناقص 3 بي على 4 ناقص بي على 12 ثم بي على 4 ثم 11 بي على 12 نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء هذا لان واضح ولكن خص تكون فاهم ماشي واضح وبقات يعني تسنى ينزل عليك الوحي خص تكون فاهم هادشي مزيان باش تفهموا انا قلت لك راجع كلشي داكشي القديم راجعو ضروري ما خسر والو عندك عطله راجع داكشي القديم ولا غير نهار الحد تقدر تراجعو الصباح شويه العشيه شويه حتى تسالي نمشيو دابا عند الحاله الاخيره كوس 2 اكس كوس اكس كوس 2 اكس كوس اكس موان سين 2 اكس سين اكس ايكالا موان راسين 3 ديفيزي بار 2 كوس ا كوس بي موان سين ا سين بي اش كتعطيني كتعطيني كوس ا بلوس بي يعني كوس 2 اكس بلوس اكس ايكال موان راسين 3 ديفيزي بار 2 الوغ كوس 2 اكس بلوس اكس 3 اكس ايكال موان راسين 3 ديفيزي بار 2 شكون هي الزاوية اللي عندها موان راسين 3 سير 2 من الجدول شكون عندها راسين 3 سير 2 الكوسينس نتاعها شكون هي الزاوية اللي عندها كوسينس كيساوي راسين 3 سير 2 دونك من الجدول راسين 3 سير 2 دونك 1 دومي هي بي سور 3 دونك هي بي سور 6 هادي بي على 6 هي اللي عندها جدا 3 على جوج هي بي على 6 وكذلك ناقص بي على 6 علاش لان عندي شنو هي الزاوية اللي عندي الكوسينس عفوا شكون هي يعني النسبة اللي عندي هي الكوسينس الكوسينس نتاع شكون هي الزاوية اللي الكوسينس نتاعها يساوي جدا 3 على جوج هي هادي وكاين عندي ناقص زائد 3 على جوج يعني المقابل تاعها يكون هنا المقابل تاعها يعني الزوايا هما هذه وهذه
شكون هي هذه؟ هي بلاستا، بلاستا زوج، بلاستا ثلاثة، بلاستا أربعة، بلاستا خمسة، بلاستا وناقص خمسة بي على ستة، دونك هادو هما الزوايا. يعني ثلاثة إكس كتساوي بي على ستة، عفوا خمسة بي على ستة كابي، أو ثلاثة إكس كتساوي ناقص خمسة بي على ستة بلس دوكا بي، وكا عدد صحيح نسبي. دونك دغيا ساليت بيها. ألوغ شنو غتولي هادي؟ إكس كتساوي خمسة بي على ستة نقسمو على ثلاثة، كلشي كلشي هادشي تقسم على ثلاثة، يعني ثلاثة إكس تولي ثلاثة في ستة 18، يعني خمسة بي على 18 زائد جوج كابي على ثلاثة، أو إكس كتساوي هنايا تساوي نسيتها، تساوي ناقص خمسة بي على 18 من ثلاثة في ستة 18 زائد جوج كابي على ثلاثة، ضروري نقسمو شي على ثلاثة ياك، كاين تعمل زاد حتى باغي مرة واحدة ولا لا ماشي مشكل. راه لقيت الحلول، اش غندير؟ غنمشي نرسم داك المستقيم تاعي شوية كبير، لأن التقسيم يكون شوية كبير على 12، دونك هادي نديرو هنا الزيرو مثلا، وهنا موان بي وهنا بي، مزيان. نمشيو عند الحل الأول، هذا اللي فيه الموهبة. إلا كانت كا تساوي صفر تبارك الله، ناقص 5 بي على 18، وشوف هنا 5 بي على 18 عارف ولا تقسم على 18 بي، 18 هنا نقسمو هنا 9 1 3 إيه بالتقريب صحيح، 4 5 6 7 بالتقريب صحيح، أنت دير مسطرة ودير فيها بالسنتيم كاع، دونك نقسم على 18 سنتيم، دونك عطينا هنا 1 نقسمو على 3 وكل جزء نقسمو على 6. نقسمو على ثلاثة وكل جزء نقسمو على ستة، تمنطاش. المهم ناقص خمسة بي على 18 ولا حسبها بالآلة الحاسبة شوف شحال تعطيك، هادشي مغاديش نقدر نقسمو نيشان، ناقص خمسة بي على 18 دونك تعطينا خمسة، هي ناقص 5 بي تقريبا صحيح، ما يهمنيش بعدا غادي تشوفوا كيفاش. المهم هذا التقنيه بصفه، عندك ناقص بي بي ياك، يعني خص يكون هذا الرقم الفوقاني كبر من الرقم اصغر من الرقم التحتاني، الا كان بحالو اكبر من النور غتكون خارج من هنا، واذا كان اكبر من عود هادشي غتكون خارج من هنا. الوغ الا عطينا لك واحد، الا عطينا لك واحد شنو غتولي؟ ناقص 5 بي على 18 حسبها من خاطر والو، زائد 2 بي على 3، دونك الا وحدنا المقام هنايا باش نضرب في 6، دونك جوج في ستة 12 ناقص خمسة، 12 ناقص خمسة، دونك 12 ناقص خمسة هي سبعة، دونك سبعة بي على 18 كتبقى في المجال، سبعة بي على 18 باقية في المجال، دونك سبعة بي على 18 تقريبا جاي هنا، سبعة بي على 18 بالتقريب وصحيح، المهم كاينة في المجال ياك. نعطيو الكا زوج، عطينا الكا زوج، دونك شنو تولي؟ زوج جوج ربعة بي على 3، نزيدو ربعة بي على 3 ونشوف. دونك باش نوحدو المقام ناقص نضرب في 6، دونك 4 في 6 24 ناقص 5، 24 ناقص 5 هي 19، 19 بي على 18، غادي يكون 19 على 18 كبر من 1، يعني غادي يكون برا خارج المجال، صافي ما خدمش الحل. نرجع نولي نقص، نعطي لك ناقص 1، إذا كانت ناقص 1 تولي ناقص 2 بي على 3، يعني شنو؟ نوحد المقام، دونك المقام هو 18 نضرب في 6، دونك ناقص 6 ناقص 12 ناقص 5 هي ناقص 17 بي، حسبي بلاتي عليك على 18، ناقص 17 بي على 18 باقي داخل المجال، غتكون هنا شي كلشي ديرو في الوسخ باش تعرفو صغير، دونك صافي باقي إلا زدت نقص غنخرج 100%، لأن راه كنقص شنو؟ كنقص 2 بي على 3، يعني غنخرج نخرج صافي. كملت مع الحل الأول لقيت فيه 3 الحلول، نمشيو عند الحل الثاني، 5 بي على 18 زائد جوج كا على ثلاثة، إلا عطينا لك صفر دونك هادشي يمشي، يعني خمسة بي على 18، خمسة بي على 18 غادي يكون هنا، أيوا خمسة بي على 18 هنايا كاين الحل ياك، إلا عطيت لك واحد نزيد جوج بي على ثلاثة، خمسة دونك نضربو في ستة، 12 زائد خمسة هي 17 بي على 18، كاين 17 بي على 18 ها هو
تاخذ المجال، لان باقي 17 صغار على واحد على 18. دابا الى زدت غنخرج 100% نقص، نعطيو الكا ناقص واحد تولي ناقص نادو كابيك ناقص زوج بي على ثلاثة. الى حسبنا هادي 5 ناقص 12 هي ناقص 7 بي على 18 كاينه، ناقص 7 بي على 18 كاينه. الى عطينا الكا ناقص زوج تولي ناقص 4 بي على ثلاثة، ناقص 4 بي ولور 4 في 6 24 ناقص 24 زائد 5 هي ناقص 19، ناقص 19 بي غنخرج صايي كملنا. اذا اس شوف هذا لا طول شويه ولكن نفهمو صغير، اس في المجال موان بي بي اش كيساوي؟ ناقص 17 بي على 18، 7 بي عفوا ناقص 7 بي على 18، ناقص 5 بي على 18، ثم 5 بي على 18، 7 بي على 18، 17 بي على 18. دونك هادو هما الحلول اللي كاينين في داك المجال ناقص بي بي. نتلاقاو ان شاء الله بحل المتراجعات. الله يوفقك.